العلاقات رسائل، لما تفهمه ترتاح. كل علاقة بتديك رسالة، تفهمها ترتاح. على التليفون أستاذ جمال، صباح الخير. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ودايما منورة كده مكانك على طول يا رب. يا رب الأستاذ إيمان والأستاذ محمد صلاح. بقول ربنا يطمنا على الأستاذ محمد نور. يا رب. وكل المستمعين. يا رب، بشكر حضرتك جدا. دكتورة، ممكن نقول برضو الوفاء نوع من التعلق؟ لا، الوفاء لو وفاء صحي بالعكس الوفاء كويس جدا، بس نعم. بس انك انت تدمر حياتك عشان بدعوة ان انا وفي لحد، ما اعتقدش ان ده حاجة جيدة. لا لا مش دمر، لا هو عملية ايه، ان انت دايما فاكر له الحاجة الكويسة والحاجات الحلوة الايجابية. ده حاجة جميلة جدا. وخاصة يعني هو النهاردة يمكن السنة الخامسة لوفاة والدتي الله يرحمها. رحمة الله. فكنت دايما هي تعتبر اكنها قدامي على طول، ما شاء الله، وافتكر الحاجات الجميله اللي هي كانت بتعملها والصبر اللي هي كانت بتصبره، ما شاء الله، وكل حاجه كويسه. هل ده يبقى تعلق ايجابي ولا تعلق مرضي؟ يعني بتقعد تعيط دوت ملوش علاقه بحياتي كاسره. تمام، ده اللي هساله لك. بتديني طاقه ايجابيه كمان. ده اللي هساله لك. انت بتقعد تعيط وتقفل على نفسك وترفض التعامل وترفض اكل زوجتك والكلام مع اولادك؟ خلاص بالعكس، ده تعلق لطيف جدا. ده حقها على حضرتك. صحيح. ان انت الابن الصالح الذي يدعو لها. ربنا يبارك فيك. بشكرك جدا استاذ جمال. شكرا يا دكتوره، ودايما ما تتاخريش علينا كده. حاضر ان شاء الله. شكرا. لا، في رعايه الله. شكرا لحضرتك.